كان في هذه الورشة اليوم رانا نشوفوا تجاوب كبير من قبل المتربصين، خاصة أن هذه الفعالية تقام أول مرة في ولاية الجلال ولاية الفتية. كان المدرب المعروف مصطفى بوري اللي جانا من مدينة سعيدة خصيصا لهذه الولاية، كاتب بالدرامي بالخصوص في مسرح الطفل، بحيث بدأنا بكيفية اختيار الموضوع وعرجنا على صياغة الفكرة والطرق والوسائل التي تمكننا من إيجاد قصة أو صياغة قصة التي تناسب الطفل. ندير الموضوع ما كانش عندي خلفية في الشخصيات كيفاش تكون وكاريزمات الشخصيات وحضور الشخصيات في القصة، ولكن اليوم في الدورة اليوم ما شاء الله مع الأستاذ يعني عرفت كثير من النقاط اللي تهمني. الدورة استفدت منها عديد من المواضيع اللي تقدر تفيدني في حياتي التكوينية اللي راني نحب فيها بزاف هذا المجال، خاصة مجال التصوير والفيديوهات وكتابة السيناريوهات.